السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف موقع اسمه بيم بلس. تقدر ترفع الملفات بتاعتك وتقدر ان انت تشوفها بشكل حلو وتقدر ان انت تشاركها مع الفريق بتاعك. ممكن تقول له لوج ان وتدخل اسمه الباسورد. هتلاقي هنا المشاريع اللي انت شغال عليها، المودلز اللي موجودة، الدوكومنتس اللي موجودة، البروجكت سيتنج. كل مشروع تقدر تعرف اللوكيشن بتاعه موجود فين، تمام؟ لو انت محدده هيبدا يظهر لك النقط بتاعت المشروع بتاعك، وهنا يبدا يقول لك الايشوز، المشاكل الموجوده، ايه اللي لسه مفتوحه وايه اللي اتحلت وايه اللي اتقفلت خالص. طيب هنا هتلاقي الممبرز، لو انت حابب ان انت تضيف ناس للمشروع هنا ممكن تقول له مودلز، تقدر تقول له نيو وتبدا ترفع ملف من الملفات وتدخل البروبرتيز بتاعته. وليكن مثلا المشروع ده بيقول لك تسجل الاسم بتاعه والديسكريبشن وعايز تحطه في انهي جروب، وهتقول له اد، فيبدا يفتح لك المشروع. طيب لحد ما يفتح خلينا نشوف موديل من الموديلات الموجوده. تقدر تقول له ان انت عايز تشوف الملف، تعالى مع علامه العين، فيبدا يحمله لك. ممكن تكون محمل كذا موديل، معماري وانشائي وميكانيكا وكهرباء، فتقدر تفتح بعض الموديلات وتقفل بعضهم عشان تعرف ترجع على الموديل اللي انت عايزه. وتقدر تفعل المابس او الخريطة هنا بالشكل دوت، اساس لما تعمل زوم او تقرب من جزء يوريك انت فين دلوقتي او ايه الجزء اللي انت شايفه. كل ما بتتحرك هو بيبدأ يوريك انت موجود في اني فين وانت شايف اني جزء. ومن هنا نبدأ نفتح الشاشة. الخاصة بالمشاكل تقدر تشوف المشاكل، تقدر تضيف مشكلة موجودة انت شايفها، تمام؟ ممكن تعمل لينك للحاجة ديت بالشكل دوت، فيبدأ يديك رابط تقدر ان انت تشاركه مع الناس. ممكن تبدأ توصف المشكلة، تقدر تحدد مدى الخطورة بتاعتها، هل المشكلة دي open ولا solved ولا closed. الفيورز، تمام، ممكن تحدد مين الفيور. ممكن تحط ناس في السي سي، تبعت ايميل يبقى فيه مين اللي موجود في السي سي. ديسيبلين مثلا بريدج مثلا، وبعد كده تقول له بابلش، فيبدا يتبعت للناس كلها. هنا بيبدا يوريك بقى العناصر كلها 3D. خلينا نعمل سيلكت مثلا على الجزء دوت، ده هنا مثلا وول اهو. اي عنصر بتعمل عليه سيلكت هو بيبدا يظهره لك هنا ويوريك الديتيلز بتاعته. هيبدا يجيب له كل المعلومات الخاصه بالعنصر اللي انت بتعمل عليه سيلكت. طيب في حاجة برضو خاصية حلوة قوي اسمها سبوت، دي عبارة عن ايه؟ ان انت بتحدد مكان معين ولما تحب ان انت توصله في اي لحظة يبدأ يعمل زوم عليه. يعني ادي سبوت مثلا وحطيته مثلا في المكان ده، تمام، على العنصر دوت او على السلم مثلا، تمام. هيبدأ بقى يحط لي العنصر دوت بحيث ان انت في اي لحظة لو دوست عليه يبدأ يعمل زوم ويوريك المكان دوت، سواء في اي دور في اي مكان انت عايزه. فعلى سبيل المثال مثلا انا عايز اشوف السلاب دوت، هتقف على السلاب دوت بحيث في اثناء الاجتماع تقدر تشوف كل المشاكل اللي انت عايزها على طول، يبقى هو يعمل زوم على المكان اللي هو عايزه. مجرد بس تقف عليه هو يبدا يعمل زوم على السلاب اللي انت عايزها. لو قلت له كولوم يبدأ بقى يرجع للكولوم اللي احنا كنا عنده. الكومنتات بقى تقدر تضيف كومنتات لأي جزء انت عايزه، بحيث في الاجتماع برضه هتفيد ان انت تبقى فاكر ايه المعلومات اللي انت عايز تشيرها مع الناس، وتقدر تعمل
تحط لينكات لو انت عندك مثلا ملف PDF او صور او معلومة مهمة عايز تشاركها مع الناس. تقدر تيجي هنا وتكتب اي كومنت انت عايزه وتقول له اد كومنت، وتقدر تحط هايبر لينك لو انت حابب، او تحط اي وثائق انت عايزها.